أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخنت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم انحو لي ثواب ما قرأت من كتابك العزيز لروحي المتوفى السيد أبا أحمد بديع عبد الله. اللهم تغمده برحمتك الواسعة واسكنه مع من تولى محمد وآله وعود على ذويه بالصبر والسلوان ولا أرانا الله بكم مكروها. والفاتحة لأرواح أمواتكم جميعا وروح المتوفى قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يدي يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما عشاك يا غيظ الحواسد أن ترى في النائبات شماتة الحساد ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سابع شدادي يا راس مفترس الضياغم في الوغى كيف انفنت فريسة الأوادي لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعوادي لهفي إلى الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النبل رض جيادي ولهفتاه على خزانة علمك السجاد ولهفتاه على خزانة علمك السجاد وهو يقاد في الأصفاد ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة السجاد ويصيح وعد الله أين عشيرتي وسرات قومي أين ودادي منهم خلت تلك الديار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين طيبوا أفواهكم ومنوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
في هذه الليلة مبارك ليلة الجمعة ونحن نجتمع لتأبين عزيز علينا في هذه الجالية الطيبة رحل منا قبل 40 يوما إلى جوار ربه وصادف أن يكون أيضا في هذه الأيام ذكرى الإمام زين العابدين عليه السلام ولهذا أحببت أن أتكلم حول الإمام السجاد صلوات الله عليه لأني أظن وأعتقد أن هذه الكلمات وثواب هذه الكلمات إذا وصل إلى روح المرحوم سوف يسعد وهو في قبره وهذا هو الذي يملكه الإنسان. أيها الأحبة نحن لا نملك في حياتنا هذه مهما طالت ومهما امتدت لا نأخذ معنا شيء إلا العمل ومن أهم الأعمال الذي نأخذه معنا أو التي نأخذها معنا هو حبنا لأهل البيت سلام الله عليهم. فلذلك نتحدث بشيء من الإجمال حول حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام علي بن حسين زين العابدين وسيد الساجدين هو الإمام الرابع من أئمة أهل البيت سلام الله عليه. ولد في سنة 38 للهجرة أي في أيام أو في حياة جده أمير المؤمنين سلام الله عليه في المدينة المنورة. فكان عمره الشريف يوم استشهد الإمام قرابة 3 سنوات أقل بقليل. فهو من عاصر جده أمير المؤمنين وسماه الإمام الحسين بهذا الاسم الكريم وهذا الاسم المبارك الذي كان يقول عنه صلوات الله عليه لو أن لي 100 ولد لسميتهم عليا سلام الله عليه. هذا الاسم له دلالة وله محبة عند أهل البيت سلام الله عليهم وأيضا له وقع كبير على أعدائهم. أيضا شوف في هذا الزمن مجرد أن تقول فلان اسمه علي يعني معروف هذه هوية له. على أي حال الإمام السجاد سلام الله عليه حياته التي كانت بعد واقعة الطف وبعد هذه المأساة والمجزرة التي جرت في الطف كانت حياة شاقة وصعبة لأن بنو أمية بعد الحسين عليه السلام لم يراعوا حرمة لأحد. الإنسان لما يسترجع أن يقتل الحسين سلام الله عليه بعد مو فارقة مع أنه يقتل أي واحد. بنو أمية بعد قتل الحسين سلام الله عليه تحولوا إلى حالة من الافتراس. ولهذا قال بعض الناس الذي التقى بالإمام قال له لئن قتلت ابن رسول الله للإمام سلام الله عليه لنستلقن من بعدك راح يصير عبيد لبني أمية. فعلا دخل جيش يزيد بعد واقعة الطف بسنة دخل إلى المدينة وقتل 10,000 منهم وأخذ البيع مسرف ومسلم بن عقبة اللي يسموه مسرف من كثر ما قتل من ناس أبرياء أخذ البيع من الناس في المدينة على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية. ذولا ناس مسلمين وأحرار مش عبيد. فهذا اللي كان هل جو هذا الإرهابي هذا الجو القاتل كان الإمام زين العابدين مسؤول عن أن يبقي خط أهل البيت وأن يوصل هذه المسؤولية وهذه الأمانة إلينا. لا تتصور أنه قضية سهلة أبدا. فلهذا كان أول جانب في حياة الإمام سلام الله عليه والذي هو البارز يعني لما نقول زين العابدين يعني الجانب العبادي زين العابدين سيد الساجدين ألقاب مشتقة من صفاته العبادية ذو الثفنات. ثفنات الإنسان لما يسجد على الأرض يضع ركبتيه والأطراف اللي تلامس الأرض أطراف السبعة يعني الجبهة وراحة يعني الكفين والركبتين والإبهامين. هذه المساجد يسموها السبعة من كثر عبادة الإمام وصلاة الإمام كان اللحم فيها يموت فيصير عليها طبقة ثخينة طبقة سميكة يسموها ثفنة كثفنة البعير
سموه الثفينات، يعرفوه الإمام سلام الله عليه. وقد يعجب الإنسان أنه أي عبادة هذه، وأي نوع من العبادة التي تجعل من الإنسان في هذا في عمر شباب، مو كان عمره 80 سنة الإمام، لا كان في عمر بعد شاب يعني، وصل إلى هذا المستوى من حبه وشوقه لله حتى يقول عنه الإمام الباقر عليه السلام ابنه، يقول إذا دخل إلى الصلاة ارتجف واصفر لونه، فنقول لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول أتدرون بين يدي من أقف؟ أنا أقف بين يدي الله تعالى. وتقول الرواية أنه ما صلى سلام الله عليه يوم من الأيام، ما صلى مرة من مرات إلا وهو يصلي صلاة مودع كمن لا يصلي بعدها أبدا، يعني يتصورها آخر صلاة إلى بحياته، صلاة مودع يعني ما يصلي. في واحد يخبره الآن أنه مثل بعد خلص أعطوه الأطباء والحكمة أنه انتهيت أنت، كيف بدي يصلي؟ طبعا يصلي مثل ما نصلي نحن الآن، يصلي بانتظام، يضبط شروطها، ركوعها، حركات، اطمئنان إلى آخره. الإمام كلما صلى كان يصلي صلاة مودع كجده أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا ليس عجيب عليه. ليش التأكيد على الجانب الروحي في حياتنا؟ نحن الآن قد يقول قائل نحن مشغولين، في عندنا شغل وفي عندنا عمل وفي عندنا أولاد وفي عندنا 100 شغلة وشغلة، هذا الشغل خرج ناس ما عندهم شغل يروح يصلي في البيت ويصلي في الجامع، احنا مش فاضين. الإمام عليه السلام اجى بعد واقعة الطف، اجى في مكان هو المدينة المنورة. المدينة المنورة الأمويون حاولوا أن يفسدوا هذه المدينة، حتى اللي عنده اللي يدور مكان يتسلى به، واللي يدور مكان لل يعني كما يقولون هنا الانترتينمنت وكذا، يروح المدينة، بعكس ما هو الآن الناس يتصورون أن المدينة يعني مكان مقدس. لا، في أيام يزيد بن معاوية كانت المدينة مكان سوق للمغنين واللاهين والعابثين وللشعراء وللمغنيات أيضا. الإمام سلام الله عليه شاف ليش، قد تسألني لماذا، ما الذي حول المدينة بالشكل؟ اللي حولهم الانفتاحهم على الأموال وانفتاحهم على الدنيا. الإنسان كانوا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أيام الخلفاء اللي بعده، ما كان هذا النوع من الثراء المادي اللي عندهم، ما كان هذا الشيء موجود إلا بحدود. ولكن في أيام يزيد بن معاوية الدولة كبرت وانتشر الإسلام في أماكن أخرى، وهذا كله يجيب أموال للمدينة للمسلمين، دخل إنكم عندهم صار. الإنسان لما شوية جيبه يتعبى كثير، وإذا انشغل عن الأمور الروحية يبدأ يمشي بغير توازن، يفقد التوازن اللي عنده. الإمام سلام الله عليه هو إمام المسلمين، هو مسؤول عنهم، ماذا يصنع لهم؟ لأن البعض كان يقول لماذا لم يثر الإمام؟ إذا كان الحسين عليه السلام ثار وهو أبوه، فلماذا لم يثر وهو عنده وعنده ناس أنصار له كما في التاريخ؟ لماذا لم يثر على يزيد بن معاوية ونفس الحاكم موجود؟ مش إنه تغير. نقول ما فائدة الإنسان يثور؟ أولاً هذا الاعتراض اعترضه على الإمام في حياته سلام الله عليه. واحد قال له شافه في طريق الحج، قال تركت الجهاد وصعوبته وجئت إلى الحج وسهولته، رايح الحج يعني إنسان يتسلى بالحج زيارة وسياحة ولا آخره، ليش أنت رايح إلى الحج مش رايح تجاهد والحال أنت تأمر الناس بالجهاد وداخله؟ قال له قرأ الآية الكريمة التي تذكر أنه المعنى العابدون الحامدون السائحون الذاكرون كلا إلى آخر الآية، قال إن وجدت هذه الشروط أنا أول الناس. إذا وجدت ناس مستعدين مش يجاهدوا بالحرب بالسيف يعني، وإنما مستعدين عبادة وتقوى وخشوع لله عز وجل وأمانة وعفة وكل شيء، أنا أثور معه. أما أن الإنسان يجي مجرد أنه يحمل السيف ويحمل السلاح يقاتل، هذا لا قيمة له، هذا حتى لو انتصر نصره يروح بكل سهولة. فالإمام كان يبني مجتمع يعتقد بالجهاد أول شيء، مش أنه يحارب بعدين يفكر بالجهاد. كان سلام الله عليه يفكر بهذا وكان يشتغل عليه يعمل. قد تقول كيف عمل الإمام عليه السلام؟ عمل أول ما بدأ يخاطب العالم، كل العالم، من خلال ما وردنا من أدعيته سلام الله عليه
في محرابه في مسجد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما يقرأ هذه الآية العظيمة اللي عندنا الآن الصحيفة السجادية، يدعو لأهل الثغور، يدعو للمسلمين، يدعو لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعو لكل الناس، يدعو في مختلف الأماكن والأجواء والحوادث، ويعبر يمرر هذه المفاهيم عن طريق الدعاء، ما عنده طريق آخر. لم يسمح له أن يطلع على المنبر ويتكلم، لم يسمح له، فكان يقرأ الدعاء ولا أحد يمنعه من الدعاء، وعن طريق الدعاء يعكس فهم أهل البيت وفكر أهل البيت ومفاهيم أهل البيت سلام الله عليهم. واستطاع أن يربي ناس من خيرة الأصحاب، فشاف الجو الروحي بدأ يفقد وبدأ ينعدم في المدينة، اشتغل على هذا الجانب، ونحن نأخذ عبرة من هذا. هذا جانب أيضا يعنينا بشكل كبير وكامل. نحن في هذه الأجواء الآن، كثير من الناس يقول نحن نصلي هذا تكفينا، الجو الروحي هو أن يصلي الإنسان. لا، هذا ما يكفي، لأن الصلاة الآن اللي هاي موجودة لو كانت تكفي لعصمتنا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة؟ مش صلاة اللي نقر كنقر الغراب، هذه الصلاة هي صلة بين الإنسان وربه، لكن لكثرة الممارسة للصلاة ولأي عمل يتحول إلى عادة، والعادة أحيانا الإنسان ما يأخذ منها عبرة، ما يأخذ منها درس. فلهذا نحتاج إلى شيء آخر، أن الإنسان ينوع أساليب العلاقة بالله عز وجل من خلال الدعاء، من خلال التضرع إلى الله، من خلال الاستغفار، من خلال أجواء كثيرة. الصلاة، الإمام زين العابدين عليه السلام كان يقف إلى الله عز وجل في المحراب في الليل ويصلي ويقوم لله عز وجل، كما كان جده صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تورمت قدمه. لكن هذا ما يكفي. ماذا صنع الإمام عليه السلام بالوقت الذي يقوم به الأعمال كلها؟ حتى لا يقول القائل أنه الإمام ما كان عنده شغل، كان يعيل 100 بيت في المدينة. هاي المؤرخين ذكروا كلهم، كان يعيل 100 بيت، 100 عائلة في رقبته. الآن واحد بعض الأحيان بيت مقالد يفتح بيت واحد، قد تقول عنده أموال، عنده أموال صحيح، لهم ورثوا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن بإمكانه أن يتمتع به الأموال. كان يعيل 100 عائلة، وهم بعض الروايات تقول كان يطرق الأبواب ويضع الطعام ويروح ما يخبرهم من أنا. حتى كان بعض أقرباءه كان يقول له جزاك الله خيرا، شوف الإمام ملثم مغطي وجهه، جزاك الله خيرا ولا جزا زين العابدين عني، لأنه هذا ابن عمي وما يذكرني. الإمام لا يقول له شيء، لأنه ما عنده توجه لما في أيدي الناس. اللي عنده همه والله عز وجل ما يدور ثناء الآخرين ومدحهم، يخلي الطعام حتى يقول أهل المدينة ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين. صدقة السر من أعظم الأعمال اللي يقوم بها الإنسان، يقوم بأعمال الخير ولا أحد يعرف. يقول إذا أعطيت يمينك لا تعرف شمالك، لا تخلي يدك ليس بتعرف إلى هالدرجة. الإنسان إذن يتعلم من الإمام زين العابدين الجانب الاجتماعي، ليس فقط جانب الروحي. واحد أحيانا يقرأ القرآن ويصلي، يحضر الجماعات، يحضر الجماعات، لكن بالجانب الاجتماعي صفر تماما، لا يعنيه شيء. الناس في خير في شر لا يعنيه شيء. الإمام عليه السلام يعلم أتباعه ويعلم المسلمين، هو جالس في المدينة، المسلمين يحاربون في بعض الثغور، يدعو بدعاء الثغور المعروف، يدعو المسلمين. ومنهم كان الجيش الذي يحارب ليس جيش أهل البيت، جيش الدولة، جيش الدولة الأموية، ولكن فيهم ناس مسلمين، فيهم ناس مؤمنين. ليس كل الجيش الذي حارب كان جيشا، نعم، مثل يزيد بن معاوية، مثل مروان، مثل غيره. الإمام يدعو لهم، يعلمنا أنه كيف يهتم بمصالح وأمور المسلمين، لأنه انكسار المسلمين في بعض الحالات قد يسبب انكسار، يعني انكسار الجيش، انكسار لكل المسلمين ولكل قوتهم. يدعو الإمام سلام الله النفس الكبيرة العالية، أيضا من الدروس اللي نتعلمها في هذه الليلة، هذه النفس التي تسمو على الحقد، التي لا تعرف حقدا، وقف عليه رجل أخذ يسبه وأخذ يعيبه، فالتفت الإمام إلى أصحابه قال هلموا بنا إليه، مش نروح إليه، هل تريدون أن أريكم ماذا أصنع معه؟ قال نعم.
راحوا بالطريق، الإمام يقرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فعرف أصحابه أن الإمام لا يريد أن يعاقب وإنما راح على المدرس. وقف طرق الباب عليه، قال: يا هذا، لقد قلت في آنفا قبل شوي كلام، إن كان ما قلته في، يعني إذا أنا هذا العيب عندي، فأستغفر الله تعالى منه، وإن لم يكن العيب عندي فغفر الله لك، أنت اتهمتني فغفر الله لك. قال: والله ابن رسول الله، إن العيب عندي. ثم انحنى على قدمي الإمام يقبلهما، واقتفت الإمام إلى أصحابه، قال: أيهما أفضل، أن نؤدب أم ضربه؟ أحسن له، أحسن عزمه بالطريقة هذه. كان يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. دخل على رجل زيد بن أسامة بن زيد، كان أبوه قد انحرف عن الإمام علي عليه السلام، وهذا ابنه في ساعة الموت يصيح: وغم ما. قال: ما هو غمك؟ ما عندك؟ قال: عندي دين 15,000 دينار، ذاك الزمن مبلغ ضخم جدا. قال: لا عليك، هي علي، إذا متأذي في ساعة الموت وأنت خايف من الدين أنا أقضي دينك. قال عند ذلك الإنسان بعد في الحالة هذه في ساعة موت وهو مديون، والمديون مش هين، فلذلك قال له: لا تبالي، نم قرير العين ومت قرير العين، وأنا الذي أقضي عنك هذا الدين. وهو عدو له، هذا الرجل وأبوه كان على خلاف مع بيت علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نفس كبيرة، نفس لا تعرف الحقد، نفس لا تعرف إلا الابتسامة، لا تعرف إلا السمو عن الصغائر. هذه النفس نحن نتعلم من الإمام زين العابدين سلام الله عليه. لا، ليس أنه الإمام فقط جالس في المحراب ويبكي لا، الإمام كان في صلب الحياة سلام الله عليه. نحن اليوم في أمس الحاجة في هذا الزمن، بأمس الحاجة. أوصي نفسي وأخواني جميعا، إحنا الآن في خطر في واقع الأمر، خطر كبير. الإنسان لما ما يتزود، لما يعيش مع المادة يوميا من الصبح إلى المساء منغمر بالمادة، عايش فقط في أمور المادية، طبيعة جانب الروح راح يضعف عنده، طبيعة الحال يضعف، ولهذا نحتاج له. وجانب الروح وين موجود؟ موجود في هذه الأجواء، في الجامع، في الأجواء التي يلتقي فيها المؤمنون. في هذه الأجواء ينبغي لنا الأهل بالذات، مو يعني كلام للأهل الأعزاء، ينبغي لهم أن لا يجعلوا من أبنائهم فقط ينموهم ماديا وبس، بعدين يصيرون بلاء عليهم، والله يتحولون إلى نقمة عليهم، لأنه الابن اللي ما يعرف وما يتعلم قيم أهل البيت سوف لا يحترم كبيرا ولا يوقر كبيرا ولا يعطف على كبيرا أبدا أبدا، لا يعرف هذه القيم. هاي تعلمها من زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان إذا جلس مع أمه على الطعام لا يمد يده قبل أمه، يقول: مخافة أن تسبق عينها على لقمة فأكون قد عققتها. أخاف عينها اشتهت لقمة من الطعام أو جانب من الطعام وأنا أخذ قبلها، فأعتبر هذا عقوق لها. هذا ما موجود في أي مكان إلا عند أهل البيت سلام الله عليه، ما موجود هذا. إذا ما يتعلم الإنسان هذا وما يعلمه أيضا، مو فقط يتعلم، قوا أنفسكم وأهليكم، إذا ما يتعلم هذا وما يعلم للأبناء سوف لا يتعلمون هذا الشيء إطلاقا. فلهذا الجانب الروحي أيها الأحبة مهم جدا، لأنه إحنا ما فينا نواجه تيار من الماديات، تيار الماديات يحيط بنا كل يوم وهو قوي، كل شيء يذكرنا بالمادة، كل شيء. فالجانب الروحي إذا ضعف عند الإنسان يروح مع التيار، يسحبه التيار ويبقى يمشي كمن يمشي برجل واحدة. صور واحد فيه يمشي برجل واحدة، حتى لو مشى 10 خطوات 20 خطوة بعدين يقع. الذي يمشي وعنده ضمور بجانب الروحي وبالجانب المادي جدا قوي سوف يمشي على رجل واحدة، بالأخير سوف يقع وينتهي، إلا أن يكون له مثل واحد يطير بجناح. ما يمكن أن الإنسان يطير، شايف طيارة يطير بجناح؟ ما موجود هذا الشيء. ولهذا الإنسان عليه أن ينمي الجانبين مع بعض. الإمام زين العابدين عليه السلام يعلمنا في هذه الليلة، نتعلم منه كيف يعيش الإنسان حياته، يعيش مع الناس ويتفاعل مع مصائب الناس، مشاكل الناس، وأيضا يعيش مع الله عز وجل. في ساعة العبادة ينقطع لله، نعم، في ساعة العمل الاجتماعي من يقول لك أنه خدمة الناس من أعظم الواجبات؟
الإمام زين العابدين لو يريد بدل ما يحمل الكيس على ظهره ويطلع بالشارع ويروح يطرق الأبواب بالمدينة، ما كان سيارة، يروح يمشي مشي ويصلي فد كم ركعة يقرأ جزء القرآن حسب، لا يعرف إنه هذا هو من أفضل العبادات. ولهذا رآه يوم من الأيام الزهري، رآه وهو يحمل كيسا على ظهره، قال إلى أين ابن رسول الله؟ قال أنا على سفر، على سفر. بعد يومين شاف المدينة، سأله ابن رسول الله ألم تقل لي أنك كنت على سفر؟ قال نعم، ليس ما ظننت وإنما هو سفر الآخرة، أنا شايل هذا الكيس هوزع الطعام على الفقراء لا أحد يعرف فيه، هذا هو زادي إلى الآخرة. إذا قال له الزهري يا ابن رسول الله أنا أحمله عنك، قال لا، الإنسان اللي يحمل زاد الآخرة هو بنفسه لازم، ما ينفع بعدين بعد ما الإنسان يموت بعد ما يطلع من الدنيا يقول إن شاء الله يوصي بالوصية اكتبوا عني ادفعوا عني كذا وكذا، ما ينفع. الإنسان يعمل كن وصية نفسك، يقول إمامنا علي عليه السلام، أنت وصي بد حياة وصي. بعض الناس قبل أيام كان بعض النساء تسأل سؤال تقول أنا يعني ليس مثلا ترك الزوج ما أعطاني شيء في حياتي وإلى آخره، والزوجة ليس لها إلا الثمن كما تعرفون إذا ما كان أولاد عندها، فهل من العدل هذا أن يكون لي الثمن والزوج لا يثق بي حتى يعطيني مثلا شيء؟ أقول عجيب، الإنسان تعيش امرأة مع زوجها 30-40 سنة ما يثق فيها، أي حياة هذه؟ والله شو على الأقل أعطيها عنده مثلا الله مكنه والله متفضل عليه، لأنه إذا لم يجعل لها شيء في حياته بعد الوفاة راح تصير مشكلة، راح تروح عليها كل شيء، ويكون هذا الإنسان يؤدي بعض ذلك. الشخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي أموال خذها صدقة أمطيها، قال وعندك أولاد؟ قال نعم، قال أعطيتهم شيء؟ قال لا، قال ويحك تعطي للناس وتجعل أولادك تكفون لآخرين، استشهدوا يعني ما يصير، انطيهم شيء في حياتك، نعم انطي الله يبقى. ولهذا جعل الإنسان المتوفى الثلث، الثلث من أمواله من حقه أن يوصي، إنه هذا الثلث يروح إلى أعمال الخير، إلى أعمال أبلغ بيه البقية يروح يقسم حسب ما هو معروف، لكن هذا وين في الحياة؟ أما أنه لا يوصي أو ما يكتب أو ما يعرف ماذا يعمل، يقول هاي مثلا ثلث أو فد ألف دولار سوي بها أكل، لا أكل شو ينفع الأكل؟ صحيح الأكل ثوابي، ولكن الحمد لله أنا ما حد محتاج الأكل مثلا. يوصي الإنسان ويعرف كيف يوصي، هذا مهم جدا. أئمتنا عليهم السلام يعلمون حسب الزمن اللي هم، ذاك الزمن كان في حاجة في فقر، حتى الماء ما كان عندهم، يروح الإمام يعني يمتح من الآبار يشيل الماء من الناس من البئر ويجيب الناس الفقراء يعطيهم، الذي ليس عندهم أحد مثلا قوي، النساء الكبار والرجال الكبار ما عندهم أحد، يروح الإمام بنفسه الشريفة يطلع من الآبار ماء ويجيبه يسقي الناس، هذا عمل كبير الآن ما موجود هذا الشيء طبعا. فالإنسان ما يقف عند حدود معينة العطاء، يجد ويفكر هو بأساليب جديدة حتى يعم الخير. الإمام زين العابدين سلام الله عليه من أهم الأعمال اللي قام بها أيضا، واللي هو إحنا إلى الآن مدينين له سلام الله، إلى الآن جلوسنا هنا وما عندنا اليوم، ما عندنا اليوم إذا عندنا هوية وعندنا شيء نحن مدينون لزين العابدين سلام الله عليه. ليش؟ الإمام سلام الله عليه لولا جهوده وجهود السيدة زينب عليه السلام في بعد واقعة كربلاء لن مسحت هذه الواقعة عن صفحة التاريخ، انتهت. ولهذا من أول ما رجع الإمام سلام الله، أول ليس في المدينة، أول ما جاء للكوفة صعد المنبر خطب بالناس، صعد بالجماهير بالشوارع بالطرقات خطب بهم خطبة مؤنبا ومقرعا لهم بحيث أبكاهم وشعروا بالذنب الكبير مما جعلهم يعيشون هذه الحرقة واللوعة. بعدين انطلقت الثورات من بعد هذه الواقعة، راح إلى الشام سلام الله عليه، صعد المنبر بعد أن كما سمعتم صعد المنبر بعد أن صار حكلام بينه وبين يزيد، وتكلم سلام الله عليه بكلمات، أول شيء عرف عن نفسه، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا ابن نقيات العيوب، أنا ابن نقيات العيوب، أنا ابن
عديمات العيوب، نقيات الجيوب إلى آخره. ثم بعدين يبين لهم لأهل الشام بحيث هؤلاء ما يعرفون، عندهم فرح، عندهم مناسبة فرح باعتبار انتصروا، وإذا بالشام تموج البكاء في مجلس يزيد نفسه، حتى يقولون كانت الصلاة، كان يقيم الصلاة يزيد، فقط يزيد كان يصلي وهو حاجة أيضا، حاجة يزيد نعم، وكما أنه أبوه أيضا حاج معاوية وغيره، فكان يصلي بجماعة يعني، صورت من مهزلة بعد خطبة زين العابدين بعض الناس تركوا وطلفلوا، كيف يصلوا مع إنسان مع وراء إنسان بهالدرجة من الكفر والفسق؟ اللي ذي الإمام زين العابدين أظهر حقيقته، أظهر لما طلعت، لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني. يزيد يقول أنا عندي دين مع النبي، قضيت الدين الآن، أي كفر أكثر من هذا؟ وإلى الآن مع الأسف، إلى الآن، وهذه الآن قبل يمكن قبل سنة، شوف الحقد الأموي إلى الآن موجود في الرياض في عاصمة السعودية الآن، مدرسة ثانوية باسم مدرسة يزيد بن معاوية، هذا يعتبر قدوة للمسلمين، ثانوية يزيد بن معاوية، يعني ما لقوا في التاريخ إنسان، ما لقوا في شخصيات الإسلامية واحد إلا يزيد، هذا التاريخ كله، لكنه الحقد، لكنه النصب لأهل البيت سلام الله عليه، ومو بس مدرسة، وسوى ويب سايت يعرفون عن يزيد إنه هذا إنسان مظلوم بالتاريخ، هذا إنسان، هذه المشكلة. شوف الإنسان إحنا وين، أتباع أهل البيت وين نايمين؟ حقيقة نايمين. إذا ريدنا مجلس الآن، لو كنا نسوي مجلس لين عبد عليه السلام مثل يوم الأحد، يمكن نص الحضور موجود، يمكن نعم، نحن مقصرون أيها الأحبة، ولا بد أن نشعر بعض الأحيان، ما حقيقة ما أحب أنه أذكر الأمور، ولكن ليش بخميس مثلا، ليش مناسبات الأئمة ما تكون كأسابيعنا؟ بس ما نقول أفضل، على الأقل كأسابيعنا، ليش يعني الإمام زين العابدين أقل يعني؟ لا، ذاك الرجل، أختم بهالقصة وأختم، ذاك الرجل في النجف، النجف كان قبل يسوون تمثيلية للعاشوراء مثل ما يسوون الآن بالنبطية وغيرها، فكان يجيبون رأس من قماش يعقوب التبن، إنه هذا رأس العباس ورأس الحسين سلام الله عليه، وهاي إيدين العباس، خلوه على الصينية، ما السوالف موجودة هاي لحد الآن، ويطلعون بالشوارع في وقت العالم الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري، وهو من كبار علماء الطائفة الشيعية، الشيخ ما يقبل عن هذا الشيء، رأس الحسين يشبهه يعني قطعة من القماش مع التبن، فبس ما في يحكي، لأنه تيار العوام تيار جارف، وهاي إلى الآن طبعاً، إلى الآن موجودة عندنا كثير من أشياء العادات السيئة اللي عندنا دخلت إلينا من عن طريق غير إسلامي، والعلماء ما يحكوا، على الأقل يسكت يعني، وهذا غير صحيح طبعا، لكن لا كل واحد تكليفه، الشيخ في زمانه ما يقبل يعني، ما يقبل على، ومرجع كان كبار أستاذ كل العلماء، ما يقبل على العمل، الناس يسووه عادي. فذي يوم الأيام واحد من طلابه توفي أبوه، توفى أبوه، فالتفت الشيخ، صار فرصة هذه، التفت إلى هذا الرجل الطالب، قال له هل تعمل لأبيك تسوون رأس إلا وتخلون تبن شيء؟ قال شيخنا أنت عم تهين وتهين بي يعني، قال طيب أنا بيك من تخاف علي إنهان والحسين إنهان معليش؟ بدأت شوية يعني الصدمة أقول، لكن ما انطفتها طبعا بهذا، بس هي بعدين يمكن راحت قضية. في بعض الحالات الحقيقة الإنسان لابد أن يلتفت إلى هالأمور، نحن كرامة أهل البيت نموت من أجلها، مش إنه والله المهم أنا اللي براسي أسوي، لا، نموت من أجل أهل البيت، لكن مو من الشيء اللي هم يريدون، مش اللي أنا أريده، بعض الناس يسوون شيء اللي هم يعجبهم، لا، الذي يعجبهم سلام الله عليهم، ولهذا المهم زين العابدين، في واحد شاف مصائب زين العابدين؟ أبدا أبدا، هو بعينه شاف المأساة كلها، ليس أحد من أهل البيت عليه السلام شاف كما رأى زين العابدين عليه السلام، وكان عليه السلام منتهى، وهذا درس حقيقة لنا، منتهى الصبر ومنتهى التماسك النفسي والروحي، وكان بإمكانه أن يضرب رأسه ويضرب بالسيف ونفس الشيء، لكن ما سوى الشيء سلام الله عليه،
وقف متجلدا عليه السلام، يشوف أبوه على الأرض سلام الله عليه، ودخل إلى عنده رسالة، عنده هدف، كان عنده هدف، وصل لنا هاي الشعائر اللي وصلت لنا وعلينا أن نحافظ عليها. الآن مع الأسف إحنا الآن في وضع صرنا كل من يعجبه يسوي شيء يطلع بشيء جديد، والناس يستحسنون، لأنه حقيقة الناس تدور شيء سهل يروحون به للجنة، ما في أحسن من والله خلص. يعني الإنسان بدل ما يعمل ويجتهد بالعبادة وربي أولاده ويتعب، شو بدل الشغلة هاي، خلص إحنا أجي المجلس الحسين عليه السلام ويبكي له دمعتين وخلص راح للجنة. هذا الشيء كل واحد يحبه، وقطعا قطعا البكاء على الحسين من أعظم الأعمال اللي يقوم به الإنسان. لكن إحنا ما يصير ندور سهل به القرن 21، ندور أشياء سهلة وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، هذا الشيء غير صحيح. فلذلك نأخذ من زين العابدين كيف عمل وكيف وصل هذه الرسالة إلينا. الإمام عليه السلام بقى بعد واقعة الطف أكثر من 30 سنة تقريبا، يقول ما قدم إليه طعام إلا وبكى. سواحد يعني إذا عنده واحد متوفي ورا شهرين ثلاثة سنة ينسى، الإمام يبكي لهدف. يقول ما قدم إليه طعام إلا وبكى، حتى بعض نساء أهل البيت بعثنا إليه أبو حمزة المعروف صاحب الدعاء اللي روى دعاء أبي حمزة، قال له قل للإمام زين العابدين لا يؤكله لنفسه. قال إني أخشى أن تكون حرضا أو تكون من الهالكين، مثل ما قالوا أولاد يوسف إلى أبيهم دخل عليه ابن رسول الله، أما يكفي البكاء؟ القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. قال بلى يا أبا حمزة، القتل لنا عادة. هذا الشيء طبيعي، ولكن هل سمعت أذناك، هل رأت عيناك أن مخدرة لنا سبيت قبل يوم عاشوراء؟ هذا الشيء هم عادة ليس عادة. هل من العادة أن النساء تروح من مسجد من مجلس إلى آخر، من طاغية إلى آخر، تدخل إلى المجالس؟ هل ما عندنا هذا الشيء؟ يقول يا أبا حمزة أنا كيف أنسى، أنسى عماتي في الشام أو في الكوفة لما دخلنا إلى ابن زياد، وابن زياد أخذ الصوت بيده حتى يضرب زينب سلام الله عليها، والتفت إلى زين العابدين في الكوفة يقول له من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال له ألم يقتل الله عليا؟ شوف المنطق، ألم يقتل الله عليا؟ قال كان لي أخ اسمه علي قتله الناس. قال أولك جرأة على جوابي؟ أنت جرأة، أنت أسير الآن. قال أتخوفني بالموت يا ابن زياد؟ القتل لنا، هاي الكلمة القتل لنا، ما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا؟ لكنه أراد أن يقتله، أراد ابن زياد قتل الإمام زين العابدين، فألقت زينب عليه السلام بنفسها على هذا المواقف اللي أنقذت بها زين العابدين، وحدة في كربلاء ووحدة أيضا في الكوفة، ألقت بنفسها عليه، قالت له يا ابن زياد حسبك ما قتلت، حسبك ما قتلت من رجالنا، إن أردت أن تقتله فاقتلني معه. يقول ألقت بنفسها عليه، تألمت لأن شافت في المشهد في المنظر هذا بالمجلس يعني نفسه أن رجل اسمه عبد الله بن عفيف الأزدي، هذا رجل كان أعمى ولكن الله فتح قلبه وبصيرته، لما سمع ابن زياد يشتم أمير المؤمنين قام قال له الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك يا عدو الله، لكن أرادوا قتله، جاءوا عشيرته كلهم طلعوه من المجلس. لما نظرت زينب إلى هذه الصورة اختنقت بعبرتها، يعني بكت، قالت أين بنو عمومتي، أين أبو الفضل؟ شوفوا العشيرة شلون حلوة فكرم يد الجسكم وما السجانة آيات شيلا ما الأخوة ظل يلتفت للبي مروما. خلصته زينب من أيد الطاغية وهكذا أخذوه إلى الشام. يقول من هال رأيته في يوم الأيام يمشي في الطريق، رأيته وساقاه محمرتان ينزفان دما، قلت يا ابن رسول الله ماذا بك؟ قال والله من الضعف الذي ألم بنا ومن الخربة التي لا تقينا حرارة الشمس، يا منها لقد تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس.
سجايدكم بالقيد مسحوب من كربلاء للشام مجلوب. وبقي الإمام في لوعة وفي حزن إلى أن توفي سلام الله عليه. يقول في ساعة وفاته في مثل هذه الأيام لما جاء به الإمام الباقر عليه السلام وضعه على المغتسل حتى يغسله، يقول ما إن كشف عنه حتى رأى آثار في عنقه وفي ساعده. أتعرفون ما هي الآثار؟ آثار الجامعة، يعني الحديد اللي كان مخلي بإيديه وفي عنقه، لأنه ساقوهم من الكوفة إلى الشام والجامعة في عنقه، والحبال يقول كان الحبل من عنقي إلى كتف عمتي زينب وهم مربطون بالحبال. فنظر إلى يزيد قال يا يزيد ما ظنك بجدي رسول الله وهو يرانا بهذه الحالة. عند ذلك فكت هذه الحبال، فتحوا الجامعة، ولكن لما فتحوها كانت الحديد أكل الدماء أكل اللحم حتى سالت دماء الإمام سلام الله عليه. هو لهذا كان يطلب خرقة قماشا يضعه تحت الحديد لأن الجامعة أكلت عنقه. هذا كل شاف الإمام الباقر عليه السلام يوما وضع أباه على ساجة المغتسل ثم حمله إلى حيث قبر الآن في البقيع ووارى عليه التراب ورجع إلى الدار. دأبت عادة البيت سلام الله عليه منذ الإنسان لا مات منهم أن يوقدوا مكانه ضياء شمعة، وأوقدوا شمعة في مكان الإمام. أقول لكن من الذي أوقد شمعة ليلة الحادي عشر من المحرم؟ ما أحد أوقد. نعم أوقدوا النيران في الخيام والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. فررنا بنات الزهراء من خيمة إلى أخرى ومن خبا إلى خبا كل من تلوذ بأخرى خوف آسرها خوف بأس الباشق الضثمي. إنسان عيني يا حسين وخي يا أملي وعقد جماني المنضودة ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. يا الله إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم شاف مرضانا يسر أمورنا من اجتمعنا لأجله، المرحوم المغفور له السيد محمد بديع عبد الله، اللهم ارحمه بواسع رحمتك يا الله. اللهم عرف بينه وبين أوليائه محمد وآله الطاهرين، واحشره مع محمد وآله الطاهرين إلى روحه وإلى أمواتكم جميعا وإلى من مات على الإيمان، لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله نختم هذا الذكرى بكلمة من هلا عبد الله بركات عن روح المرحوم السيد محمد عبد الله عبد الله، نصلي كلها بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الإنسانية والسلام أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. سماحة السيد، الأخوة والأخوات الكريمات،
السلام عليكم ورحمة الله. كنا صغارا أنا وإخوتي أحمد وفاطمة محمود ووسام ولينا، وكانت الفرحة تملأ قلوبنا.